هنشوف على كل الاحوال الصور والمشاهد نحن وياك محمد ونعلق على الصور. اذا للمره الاولى رح نعرض ثلاثيات محمد العكاري ال 113 رضا محمد العكاري. لاحظوا هون عم بسدد، يعني عم نلاحظ محمد انه ليك الدفاع، يعني ما في كثير ديفنس عليك. اوكي موفق لا شك، يعني عم تسدد مش اول مره، انت يعني عندك برسنتج كثير منيح وبطوله غرب اسيا انت عندك افضل برسنتج لهلا 46%. خبرني شو كان عم يصير معك؟ ليه ما كان عم يدافعوا عليك؟ عم يقتربوا منك بشكل قوي لاعبين بيجي؟ والله الصراحه هيك ما بعرف، بس انه انا قاعد بالملعب عم بجد عم باخذ الطابه لحالي بدي شوطها. عم تسدد 32 من 59 محاولة محمد، عم نراقب ثلاثياتك من كل الزوايا بعدين مش بس بين وحدة، يعني ركز. سجلت 2 بوينتس كمان، يعني سجلت عدة مرات على هيدا. اوكي عندك رمية حرة وحدة مثل ما عرفت، رمية حرة وحدة و113 نقطة. ايرانوك بولت تشامبرلين لاعب الان بي اي اللي مسجل اعلى عدد نقاط بمباراة وحدة بالان بي اي هي 100 نقطة سنة 1962، انه انت تخطيته، بتحس انه بتستحق؟ لأكون صريح معك، بتستحق هيدي المقارنة؟ هلا اكيد مثل اللي قارن حالي بتشامبرلين اكيد كعالميا، يعني انا عم بحكي كرقم. هلا كرقم انه مبسوط كثير، الرقم كثير كبير اللي حطيته. طب اقرب واحد لإلك هو كوبي براينت 81 نقطة سجله، عم بحكي اكيد ام بي اي، ما بدي اقارن بطولة الان بي اي، يعني بس انه عم بحكي كارقام. بعيد كوبي. محمد هون شو بعد المباراة ظهرت من المباراة، يمكن ما كنت انت عارف الوقعة رح يكون كبير بالنسبة لإلك، شو عرفت هيك؟ خبرنا خبريات حلوة صارت، قصص صارت معك، اتصالات من كل العالم، شو صار هيك تحضيره؟ مين هيك اتصل فيك تفاجأت؟ هو أول شيء أنا أمي برا بأمريكا عند خيي، راحت تزور، كانت هي أول تليفون تتصل فيني، قلت لي شو عامل؟ بقى لما عرفت الخبر بهالسرعة وصل لهونيك انبسطت كثير، ورفقاتي أكيد شيء قال لي تأخرت بكذبة نيسان، شيء قال لي انه اكيد لا منا مضبوطة الخبرية. انت عندك ثلاثة مش واحد، بالضبط معك، بالضبط معك. هون عم نشوف اكيد النتيجة كمان كثير كبيرة 173 141